عسلامة ومرحبا بكم نسكول في فيديو جديد. اليوم الفيديو متاعنا باش نحكيو فيه على تروا كونفي غابتو جدد في بوتيك سكايميلا انفورماتيك للجيم اند ستريم. دونك قلت لازمني نحكي عليهم ونعمل عليهم فيديو خاطر الاسوام نتاعهم بالحق يستاهلوا على الاخر في ظل ارتفاع الاسعار كما نعرفوا البريود هذيا في برشا بوتيكات. دونك الاسوام اللي موجودين عند سكايميلا انفورماتيك خلاتني نقرر اني نعمل فيديو على تروا كونفي غادوما ونحكيو عليه. دونك برشا منكم يستناو في كونفيك فيه الارتيكس 3050 ديجا موجوده في واحده من التروا كونفيك هذوما. ان شاء الله تو باش نحكيو عليهم باش نشوفوا لي كاركتيرستيك نتاعهم، وكالعاده نعطيكم لافريج اف بي اس في اللي جو اللي قاعدين نلعبوا فيهم تو نستريميو فيهم تو. دونك ما نطولش عليكم اكثر، يلا نشوفوا التروا كونفيك مع بعض. الوغ شباب، بالنسبه للتروا كونفيك موجودين في باج سكايميلا انفورماتيك، دونك اول حاجه الناس الكل تعمل جيم على الباج باش ما تفوتكم حتى كونفيك والا دي اكسسوار ولا حتى يهبطوا فول سيت اب اي سورتو الجيف ويز ما يفوتوكمش. دونك نهبطوا لوطا شويه اي فوالا البوبليكاسيون هبطت امس ديجا لي تروا كونفيك هذوما كيما نشوفوا فيهم قدامنا. تو باش نحكيو عليهم اكثر باش نشوفوا لي كاركترستيك نتاعهم، بطبيعه موجودين على سيت ويب سكايميلا انفورماتيك. دونك بالنسبه للكونفيك الاولى كيما نشوفوا فيها قدامنا، دونك لقاو فيها البروسيسور الاي 3 ديزيام جينيراسيون. البروسيسور هذا فما فرق بين ال 10105 اف وال 10100 اف. دونك بالنسبه للبروسيسور هذا 4 كور 8 ثريدز، البيز فريكونسي نتاعو 3.7 جيجا هرتز وتربو 4.4 جيجا هرتز. دونك اقوى من الفيرسيون اللي قبله. دونك الكارت مير عندنا ال ام اس اي هاش 510 ام ابرو، الرام 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز من تيم جروب اليت، الكارت جرافيك بي ان واي جي تي اكس 1660 تي اي ديوال فان، الديسك دور عندنا الاس اس دي 128 جيجا والهاش دي دي 320 جيجا. عندنا لاليمونتاسيون ريد دراجون ار جي بي 500 وات سيرتيفي برونز 80 بلس، بواتي ريد ماكس اكس 627 ار جي بي. دونك بالنسبه للسيستم لهنا الويندوز 11 برو 64 بيت. دونك بالنسبه للكونفيغ هذه تخليك تلعب لي جو اللي تحب عليهم انت الكل في الماكس سيتينغز ما غير حتى ادنى اشكاليه. بالنسبه للستريم ننصحك باللي كونفيغ اللي باش نحكي عليهم من بعد، اللي يحب ياخو كونفيغ يلعب بها كل شيء على الماكس سيتينغز دونك مغروم بالجيمنج هكا وموش باش يستريمي ياخو الكونفيغ هذه اللي السوم تاعها 2269 دينار. باش نعطيكم الافريج اف بي اس في الماكس سيتينغز بالطبيعه على 1080 بي. دونك عندنا اساسن كريد فالهالا 61 اف بي اس، سايبر بانك 52 اف بي اس، فورزا اوريزون 4 103 اف بي اس، اوريزون زيرو داون 67 اف بي اس، جي تي اي 5 77 اف بي اس، كول اوف ديوتي وار زون 76 اف بي اس، ريد ديد ريدمشن 2 54 اف بي اس، باتل فيلد 5 106 اف بي اس. دونك لي جو الكل هذوما على الماكس سيتينغز، هذوما بعض الالعاب اللي قاعدين نلعبوا فيهم تو ونستريميو فيهم تو. دونك نجم تلعبهم بالمرتاح على الكونفيغ هذه. نتعداو الكونفيغ اللي بعدها اللي نلقاو فيها لهنا البروسيسور الاي 5 ديزيام جينيراسيون. البروسيسور هذا 6 كور 12 ثريدز، البيس فريكونسي نتاعو 2.9 جيجا هرتز وتيربو 4.3 جيجا هرتز. بالنسبه للبروسيسور هذا خاص بالجيم اند ستريم، احسن بروسيسور بالنسبه لي من الفئه الاقتصاديه، ارخص بطبيعه من رايزن 5 3600. باللي اللي يسالني شنو الفرق بينه وبين الرايزن 5 3600، بالنسبه للجيمنج اكاها والاي 5 ديزيام جينيراسيون يعطيك اكثر اف بي اس من رايزن 5 3600. بالنسبه للرايزن فاش خير في الستريم وفي الايديتنج، والميموار كاش نتاعو اكبر من الميموار كاش نتاع الاي 5 ديزيام جينيراسيون. باه بالنسبه للكارت مير الهاش 510 ام ابرو من ام اس اي، عندنا الرام 16 جيجا من تيم جروب اليت 3200 ميجا هرتز دو باريت دو ميموار. دونك الكارت جرافيك البي ان واي جي تي اكس 1660 تي دو الفان، ديسك دور كالعاده الاس اس دي 128 جيجا والهاج دي دي 320 جيجا، لاليمونتاسيون ريد دراجون ار جي بي 500 وات سيرتيفي برونز 80 بلس، البواتي ريد ماكس اكس 627 ار جي بي، وسيستيم ديكسبلوتاسيون الويندوز 11 برو 64 بيتس. باهي بالنسبه للكونفيغ هذي السوم تاعها 2589 دينار. تلعبكم لي جو هذوما اللي باش نحكي عليهم تو، عندنا ريد ديد ريدمشن 2 على 1080 بي الترا سيتينغز 49 اف بي اس، دوم ايترنال على 1080 بي الترا سيتينغز 102 اف بي اس، مافيا ديفينيتيف ايديشن على 1080 بي هاي سيتينغز 67 اف بي اس، فورتنايت كومبيتيتيف سيتينغز على 1080 بي 233 اف بي اس، والايبك على 1080 بي
117 اف بي اس اوريزون زيرو داون على 1080 بي التيميت كواليتي 63 اف بي اس نيد فور سبيد هيت على 1080 بي الترا سيتينجز 75 اف بي اس جي تي اف 5 على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 105 اف بي اس كول اوف ديوتي مودرن وورفور على 1080 بي الترا سيتينجز 101 اف بي اس ديث ستراندنج على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 102 اف بي اس فالورنت على 1080 بي هاي سيتينجز 280 اف بي اس ديستيني 2 على 1080 بي هاي سيتينجز 115 اف بي اس جنشن امباكت على 1080 بي هاي سيتينجز 65 اف بي اس ببجي على 1080 بي ماكس سيتينجز 110 اف بي اس اللول على 1080 بي ماكس سيتينجز 175 اف بي اس سي اس جو على 1080 بي لو سيتينجز 365 اف بي اس دونك لي جو الكل تنجم تلعبهم وتستريميهم بالمرتاح بالنسبه للكونفيغاديه بارفيت للجيم اند ستريم في سوم زوزو ملاين و589 احسن كونفيغ تنجم تاخوها هي هذه. بالنسبه للكونفيغ الاخرى كما نشوفها قدامنا ننصح بها الناس الكل اللي يحبوا يلعبوا ويستريميو باحسن كاليتي وبرشا منكم يلوجوا على كونفيغ فيها الار تي اكس 3050 بسوم معقول هاي ديجا موجوده في سكاي ميل انفورماتيك نيزيتي با باش تعديو كوموند. عندنا سيدي البروسيسور الاي 5 11 جينيراسيون خير من الديزيام بشويه ب سيسكور 12 ثريدز البروسيسور هذا البيس فريكونسي نتاعو 2.6 جيجا هرتز وتيربو 4.4 جيجا هرتز البروسيسور هذا خاص بالجيم اند ستريم. بالنسبه للكارت مير لام اس اي اتش 510 ام ابرو الرام دو باريت دو ميموار 8 جيجا كل واحده دونك توتال 6 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز. الكارت جرافيك عندنا الار تي اكس 3050 دونك الار تي اكس 3050 الديسك دور الاس اس دي 128 جيجا والاج دي دي 320 جيجا دونك عندنا لاليمونتاسيون ريد دراجون ار جي بي اس 500 وات سيرتيفي برونز 80 بلس البواتي ريد ماكس اكس 627 ار جي بي وسيستم ديكسبلوتاسيون ويندوز 11 برو 64 بيت. باهي بالنسبه للكونفيغ هذه لافونتاج نتاعها على الكونفيغ اللي قبلها اللي فيها لهنا الار تي اكس 3050 اللي فيها لافونتاج تاع ري تريسينغ باش يعطيك انفيرونمون تري ريال في لي جو وفيها الدي ال اس اس اللي فيها تقنيه الاي اي اللي تعمل بوست للفريم ريت دونك باش تعطيك تجربه في الجيمينج عالميه بالنسبه للناس مجربين الارتيكس 3050 الكلهم يشكروا فيها على الاخر. والسوم لهنا عباره باش تاخذ بي سي بالجي تي اكس 1660 سوبر ولا 1660 تي دونك حكايه فارغه. انا نخير نختار كونفيك كيما هكا في الار تي اكس 3050 فيها لافونتاج تاع الري تريسينغ والدي ال اس اس وجوي احلى جو نستريم اللي نحب عليه ونلعب اللي نحب عليه في الماكس سيتينغز. دونك باش نعطيكم الافريج اف بي اس في كلكو جو عندنا الفورزا اوريزون 5 على 1080 بي اكستريم سيتينغز 57 اف بي اس ببجي ستيم على 1080 بي الترا سيتينجز 120 اف بي اس دايز جون على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 63 اف بي اس فالورنت على 1080 بي لو سيتينجز 315 اف بي اس سايبر بانك على 1080 بي الترا سيتينجز 65 اف بي اس جود اوف وور على 1080 بي الترا سيتينجز 50 اف بي اس كول اوف ديوتي فانغارد على 1080 بي الترا سيتينجز 76 اف بي اس Far Cry 6 على 1080 بي الترا سيتينجز 79 اف بي اس دوم ايترنال على 1080 بي الترا سيتينجز 106 اف بي اس اساسنز كريد فالالا على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 46 اف بي اس واتش دوجز ليجن على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 60 اف بي اس فورمولا 1 2021 على 1080 بي الترا سيتينجز 99 اف بي اس نيو وورلد على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 73 اف بي اس ريد ديد ريدمشن 2 على 1080 بي الترا سيتينجز 53 اف بي اس جي تي اف 5 على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 93 اف بي اس كول اوف ديوتي وور زون على 1080 بي الترا سيتينجز 90 اف بي اس فورتنايت على 1080 بي ايبك سيتينجز 82 اف بي اس. دونك لي جو اللي تحب عليهم انت الكل تلعبهم في الماكس سيتينجز تستريمي اللي تحب عليه بسوم 2749 دينار سوم معقول على الاخر. دونك فما كونفيك اخرى ديجا هبطت اليوم نورمالمون عندها 3 اور دونك بالنسبه للكونفيغ هذه خاصه بالجيم اند ستريم اللي مش مغروم بالستريمينغ وما يحبش يستريمي دونك مغروم باللعب وكا هو يحب يلعب ما يحب يجرب الري تريسينغ والدي ال اس اس عليه بالكونفيغ هذه ياخذ الكونفيغ هذه نفس الكونفيغ اللي فات سوف كو لهنا البروسيسور اي 3 ديزيام جينيراسيون والسوم نتاعها 2249 دينار. دونك تحبها بالاي 5 ديزيام جينيراسيون تزيد 200 دينار تحبها بالاي 5 11 جينيراسيون تزيد 340 دينار اللي كنت نحكي عليها تو تحب تزيد انتيرا اتش دي دي
دونك 100 دينار. دونك ننصح بيه الناس الكل باش تزيد انتيراج جديد في اللي كونفيغ اللي حكيت عليهم الكل باش تصب فيهم الجيمز نتاعك سيرتو العباد اللي تحب تلعب الوارزون والجي تي ار بي. دونك خاطر يرفعوا برشا الاسباس ما يكفيش عن الاس اس دي 128 جيجا. نخليو للسيستم لي بروجرام اللي باش نمنتجو بيهم ونعملو بيهم اللايف نتاعنا وكل شيء. دونك بالنسبه ل 320 جيجا اتش دي دي كتصب جي تي ار بي وورزون تيتعب بيهولك. دونك لهنا ننصحكم تزيدوا ديسك دير انتيرا اتش دي دي. دونك هذا كان الفيديو نتاعنا اليوم. ما تنساوش كان عجبكم باش تعملوا لايك على الفيديو بارتاجيو الفيديو الناس الكل بارتاج الفيديو هذا خاطر بالرسمي لهنا لي كونفيغ يستحقوا على الاخر الاسواق نتاعهم معقوله. الناس كل تبارطاج الفيديو هذايا وتخلي لي كومونتير. انا بوتيك اللي هبط بروموسيون واسواق كيما هكا ودي كونفيغ يستاهلوا نحكيو عليه في الفيديو الجاي. يلا نشوفكم في فيديو جديد. سلام.